في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إقليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكبري القبة، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.